السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم مكملين في موديلات جميله وبسيطه وسهله. يلا نعمل لايك ونبتدي على بركه الله. الموديل اللي معانا النهارده يحتاج من القماش 3 متر، تمام. القماش اسمه سي يو او سي واي، ده لسه يعني قماش ناعم كده سهل وبيدي يعني اهدال، يعني شكله حلو مش محتاج مكوى ابدا. في اي فستان تركي عايزه تعمليه مش اقل من 3 متر، تمام. طيب زي ما بنقول كل مره لازم ناخد عرض الاكتاف، عرض الاكتاف، وبتاخدي الاول بنعمل خط بعرض المسطره وناخد عرض الاكتاف، بناخد نص عرض الكتف، بنمد خط بالمسطره وناخد نص عرض الكتف، تمام. طيب وبناخد لغايه طول الحزام، ولو خدتي طول الحزام مظبوط ونصفتي المنطقه دي مستحيل الكم يطلع معاكي مش مظبوط، مستحيل. يعني اساس نجاح الموديل هو ان انا اخد قياسات سليمه ومظبوطه، تمام. طيب باخد ربع حجم الصدر او مساحه الصدر الربع بتاعها، وبعمل الشكل ده كده دوران بتاعي ربع الوسط، وناخد بالنا ان ربع الوسط دايما بيكون عند المنطقه العالية، يعني لو في بروز في البطن يفضل ان انا اخد المنطقة اللي عند البطن، تمام. طيب عندي دوران الرقبة بيكون 8 سنتي في الحريمي رقم ثابت، عندي 3 سنتي نزول او سقوط الكتف، عندي الطول الكلي للموديل وده بتقيسيه من اول اعلى نقطة بالشكل ده لغاية طول اللي انت عايزاه للموديل بتاعك بالظبط، تمام. اقل عرض او العرض المناسب لاي فستان بيكون 50 سنتي وعلى حسب رغبتك طبعا. هنا دي علامة القص، ان انا بقيس عند الوسط وبقص وباخد بالشكل ده كده بتوسيع بالشكل ده اهو، تمام. طيب لو قستي المساحة دي بالظبط كده هي دي بالنسبة لك عرض الكم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني المسافة دي هي نفسها عرض الكم، طلعت لي هنا 5 سنتي ومجازا اهو ده كده عرض الكم 5 سنتي، تمام. طول الكم زي ما تحدديه هيكون عندك مش اقل من 62 سنتي، وبتعملي مستطيل بالشكل ده اهو. هنا بتاخدي نص الاسورة وبتنزلي هنا 14 سنتي العمق بتاع الكم، 14 سنتي دي قياس حقيقي في الحريمي طبعا، في الاطفال بيكون 7 سنتي بس، تمام. وبتاخدي هنا نص الاسورة وبتطلعي بيها لغاية بداية ال 14 سنتي دي، تمام. وهنا بنعمل خط بالنص كده وبنصفه هنا، بنصفه هنا بالشكل ده، تمام. وبننزل كده مرورا بالخط ده ونطلع كده اهو، ده كده الموديل بتاعي. طيب انا عندي الرسمه بتاعت الموديل فيها حاجه في الامام، لكن انا هقص كده الاول عشان اوريكي التكايه بتاعت الصدر. هقص الوسط بالشكل ده، فصلته اهو، تمام. اصبح ده عندي الجزء العلوي زي ما هو موضح، تمام. طيب اول حاجه انا هتلاقوا ان في رسمه جايه بتمر بالقبط بالشكل ده وبتمر بالجزء ده، تمام. طيب هنا على حسب ما انت عايزاها اهو، تمام، بتمر بالجزء ده طبعا، ما بيجيش للاخر عشان هتركبي حزام. يعني معنى كده ان انا محتاجه اعمل الصدر ده كمان مره بس بالشكل ده اهو، شايفين؟ طيب انا هوضحها على القماش الاول. اول حاجة في القماش بتاعي عشان انا محتاجة اوريكم الجزء ده كويس اوي. اول حاجة بتريحي نفسك من الجزء الاسفل، يعني القماشة بتيجي بالشكل ده، البرص الواضح اهو معانا، اهو البرص بيجي بنفس الاتجاه ده كده، تمام. لو وزنك مليان بتاخدي القماش بالشكل ده، بتضعفي القماش عشان يديك البراح اللي انت عايزاه. لا وزنك يعني معقول لغايه 70 كيلو 80 كيلو، لا بنطبق كده تاني، وطبعا بتبعدي عن البرسل
تعملي الجزء ده كده تمام. طيب انا عايزه فيه كشكشه كتير وعايزه فيه كسرات كتير، لا بعمل كده اهو عشان يديني كشكشه اللي انا عايزاها او الكسرات او حتى الكالونات تمام. طيب ماشي تمام، بس انا عايزه اقصر شويه عشان يجي ما نهدرش. ممكن تطلعي حزام من الجنب، طيب كده كويس قوي. بتبعدي كده على المساحة اللي انت عايزاها علشان خاطر تعملي الكشكشة المطلوبة تمام. بدبس وفي مسافة خياطة هنا زي ما انتوا شايفين. طيب شايفين كده بس القص، يدوب بس مسافة التانية تحت. وخدي قياساتك مظبوطة عشان ما تضطريش تعملي تانية كبيرة، ما بتكونش لطيفة تمام. اهو بالشكل ده على اوسع نقطة عندك اهو. انا كده عايزاها واسعة وعايزاها فيها كشكشة حلوة تمام. كده خلاص انا خلصت الجزء ده. المهم عندي دلوقتي ان احنا نشوف مع بعض القصة بتاعت السطر تمام. انا هعمل هنا كده امام والخلف مع بعض، نركز قوي في النقطة دي علشان الامام الخلف عفوا بيكون فيه سوستة، فعشان هيكون في سوسته لازم اعمل المسافه دي تاني اهو. شايفين ده البورس علامه علشان تعرفي اتجاه القماش. طبقي كده تاني اهو، بس هسيب البورس لبره بالكامل حوالي 1 سنتي عشان خاطر اعمل حسابي على سوسته تمام. الكورساج اهو او المكان العلوي اهو زي ما انتوا شايفين اهو بالشكل ده. انا بقص امام وخلف وبعمل حساب للسوسته كمان تمام. طيب الكم كمان معانا، الكم على متني فبيكون بالشكل ده تمام. لازم نعمل حساب للخياطات في كل حته بنعدي من عليه اهو. ده كده الكم، الجزء ده كده اهو. طبعا دوران الرقبه زي ما انتم شايفين عملتهم قد بعض، لكن في الخياطه هكبر الامام علشان ما ينفعش الاتنين يبقوا زي بعض. شايفين كده اهو، ده كده الامام وده الخلف ماشي. الصغير ده بيبقى صعب شوية اهو. خلف لما اجي اركبه بركبه بالشكل ده، والجزء ده طبعا بتنيه عشان السوستة تمام. طيب انا عندي هنا قصة تاني في الامام، القصة بادئة بالشكل ده منتهية بحزام. عايزة اعملها لون تاني علشان بس تكون واضحة، بس عشان ما اكونش بعدت عن الموديل. ناس بتزعل لما ببعد عن الموديل. طيب اهي هي واحدة بس، لو انا عايزة اعملهم اتنين في اتجاه بعض عشان خاطر اربطهم، ده موديل تاني خالص هنعمله ان شاء الله تمام. اهو بالشكل ده كده، وبدبس واقص على نفس الرسمة. وهحتاج حزام طويل عشان اربطه اهي، ممتدة بحزام تمام. هحتاج حزام تاني عشان خاطر احطه في الجنب التاني للفستان تمام. طيب ناخد الامام اهو، شايفين هو ده الجزء اللي هيتربط اهو، هيتربط هنا. طيب لازم يكون في حزام مقابل ليه عشان يتربطوا في بعض تمام. تعالوا نشوف الكلام ده على المكنة. اول حاجة هركب القصة بتاعت الامام، هحطها مع الامام كده، هثبت الكتف. بس قبل ما اعمل ده لازم تكوني تانية الجزء بتاع القصة، تكوني تانية تمام. طيب اهو، وباخد الكتف بتاع الامام علشان اثبته مع القصة. بسم الله، وبتثبتيه
على وش القماش، مش مشكله لان انت لسه ما ركبتيش اصلا، فانت بتثبتيه عشان ما يتحركش منك اثناء الخياطه اهو. دي عشان المبتدئات، عشان ما تجيش بعد ما تقفلي الفستان تلاقي ان في جزء ما اتخيطش. شايفين كده اهو، انا كده ثبته تمام. طيب بركب بقى الخلف، بحط الاكتاف هنا على بعض والاكتاف هنا على بعض وبخيط اهو الاكتاف بالشكل ده. باخد الاكمام وبعمل علامة في النص اهو. لو لقيتي الكم فيه زيادة كده حلوة، يعني 1 سنتي مثلا، اعملي كفرتين كده من فوق او كشكشة. لقيتيه مظبوط خلاص مفيش اي مشكلة، مش عايزة كشكشة ومش عايزة كسرات، اظبطي الابط على قد الكم تمام اهو. ده كده الكم الاول والكم التاني بنفس الطريقة، وبتتني مكان السوستة المرات شايفين كده اهو. ده كده شكل القصة بالحزام بتاعها، بس هنا لازم يكون في يعني حزام مقابل ليها عشان يتربطوا في بعض تمام اهو. طبقيه بالشكل ده خلاص كده انا جهزته. باخد الجزء الاسفل، وخدي بالك من الجزء ده وانت بتركبي الجزء الاسفل علشان اهو لازم يكون معاكي وانت بتخيطي تمام. وبتعملي كشكشه اهو، شايفين لازم اتاكد ان الجزء ده كده، حتى لو هتثبتيه في الاول مفيش اي مشكله، وتحطي دبوس مفيش برضو اي مشكله كده للتثبيت. نعمل الكشكشه بتاعتنا اهو، ونفس الحكايه هعمل الخلف. شايفين كده ده اللي انا كنت بقول عليه، انه الجزء ده يكون متماسك جدا في القصه. لو هتعملي واحده تانيه زيها وتربطيهم في الخلف برضو حلوه، لكن موديل تاني خالص تمام. طيب انا هنا في الظهر اهو، ده كده مكان السوستة، هسيب لكم رابط تركيب السوستة في صندوق الوصف. وده كده الضح. طيب لازم كده في الفستان تتني الاسورة الاول طبعا، ولازم تتأكدي ان الخياطات هنا جاية على بعض تمام. طيب الجهة اللي انا هحط فيها الحزام التاني اهو، لازم يكون الناحية دي برضو عشان اخد بالي عشان يتربطوا في بعض تمام. طيب بقفل بالشكل ده اهو، زي ما انتم شايفين ده كده شكل الفستان اهو. وهنا بشكل اوضح، اتمنى يكون الفيديو سهل وبسيط وعجبكم. متنسوش اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.